بدأت الآن جولتنا مشاهدينا مثل ما انتم شايفين داخل الجولف كار، وانطلقنا من بوليفارد ستوديو ومنها إلى بقية الأماكن في داخل بوليفارد الرياض سيتي. صحيح، بهالسيارة هذه. يعني محمد يمكن خلينا دائما نقول للناس امشوا على رجولكم ورياضة، لكن اليوم قلنا نغير، مو دائما نمشي على رجولنا، نبي نغير ونبي نعيش التجربة. من زون استوديو دخلنا زون سبورت، ونحن متوجهين لتروكاديرو. زون تروكاديرو حرفيا الجوله اللي اخذناها ما تمت دقيقه واحده، ممكن برجلي تاخذ خمس دقائق. اجواء البوليفارد دائما اقول يا جماعه الخير، البوليفارد لما تجونه مره غير لما تجونه اكثر من مره، ترى بتغير عليكم. اوكي، بعض الناس يقول لك والله لا، هو البوليفارد نفسه. ابدا، كل ما تغيب عن البوليفارد اسبوع مثلا راح ترجع وتلاقي الجو مختلف عليك، الفايبز مختلفة تماما، الناس اللي موجودة تتعرف على الناس، تسلم عليهم، تخلق كونكشنز أو علاقات. حتى بإمكانك أيضا تنتقل يا محمد من اكسبيرينس إلى اكسبيرينس، وتنقل هذه الاكسبيرينس لأصدقائك والناس اللي حولك، والتجارب تتعدد وتتنوع أو تتجدد. اليوم في البوليفارد هذا الدونات ترى جاي من أمريكا. أي طبعا، لاحظ شيء؟ قول. احنا ننتقل من مكان لمكان، رائحة البوليفارد انا اسميها رائحة البوليفارد. يا سلام، فعلا في الروائح العطرية منتشرة في كل مكان، والموسيقى وجو الموسيقى من مكان لمكان يعني يختلف. واحنا الان مكان اخر رايحين يعني.